يسعدكم مساء مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث الشارع، ولقاء يتجدد على شاشة قناة المكلا مساء يوم السبت من كل اسبوع. حلقتنا لهذه الليلة يفوح منها عبق العزة، الكرامة، النصر والفخر. موضوع حلقتنا لهذه الليلة عن الذكرى الثالثة للسلام الحضرمي، هي ذكرى للحرية الممزوجة بالوجع والقهر والألم على شبابنا الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حضرموت، ونفتخر بأن نطلق عليهم شهداء حضرموت الذين أفتدوا بأرواحهم ودمائهم حضرموت لتبقى الشامخة الحرة الأبية في ذكرى التحرير من عهد وقبضة عناصر تنظيم القاعدة. الموافق 24 من إبريل قررنا في قناة المكلا أن تكون لنا وقفة لتناول هذا الموضوع، وحديث الشارع كيفما يشاركك وجعك فهو يشاركك فرحك أيضا عزيزنا المواطن. 3 سنوات قد مرت على ذكرى التحرير، وانتقلت فيها حضرموت من عهد أسود داكن إلى عهد أبيض. هل سيظل هذا العهد أبيضا دون ما أي تكدر، أم سننتقل إلى عهد وردي جميل تتحقق فيه كل أمنياتنا ورغباتنا البسيطة التي ترتكز على الكهرباء والماء والغاز والنظافة ومكافحة مياه الصرف الصحي وبالطبع الأمان؟ كم هي رغباتنا بسيطة جدا، أو بالأحرى كم هي حقوقنا بسيطة جدا؟ 3 سنوات قد مضت، فهل أخذنا كفايتنا من حقوقنا أم لازلنا مطولين؟ الواقع الأبيض هو جيد حاليا مقارنة ببقية المحافظات المحررة، ولكننا نطمح للوصول للعهد الوردي ذو الخدمات والحقوق والأمنيات المحققة والمستقرة. وفي تصريح تلفزيوني أبدى محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني نوع من الاعتراف بوجود تقصير في إدارته المحلية في عملية تأمين الخدمات الضرورية لمواطني المحافظة، وعلى وجه الخصوص خدمة الكهرباء. عزيزي المحافظ، قد تكون 3 سنوات الماضية صعبة على الجميع، صعبة علينا وعليكم، ولكن ما زال هناك مساحة من الوقت لتدارك وتفادي القصور في إدارتك المحلية. مشاهدينا، لا يخفى عليكم مجسم النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت الذي افتتحه سيادة المحافظ في 24 من إبريل ضمن احتفالات المحافظة بذكرى التحرير 3 لساحل حضرموت، والذي أضاف بها البحسني قائلا: إننا بذلك نخلد هؤلاء الشهداء الذين أسهموا في صناعة مجد المحافظة ووضعوا أسس أمنها واستقرارها، وحضرموت قد استحقت منا أن نستشهد من أجلها لا لأن تكون بؤرة لتلك العصابات الإرهابية التي أرادت أن تحول حضرموت إلى وكرا لها ومركز انطلاق لعملياتها الإرهابية. مشاهدينا، الحلقة مستمرة، ابقوا معنا. عدنا مجددا وفي الذكرى 3 للتحرير،
مبارك علينا هذه الحرية التي جعلت رؤوسنا شامخة أبية، مبارك علينا هذه الحرية التي جعلتنا نذوق مجددا طعم الإنسانية، هذه الحرية التي دفع ثمنها الغالي والنفيس لدحر العناصر الإرهابية، هذه الحرية التي أكسبتنا شعور العيش في المدنية، هذه الحرية التي سعت من أجلها النخبة الحضرمية. طاقم عمل قناة المكلا أعد لكم تقرير عن حلقة هذه الليلة، فلنتابع. تحتفل مدينة المكلا أول ساحل حضرموت بالذكرى الثالثة لمعركة تحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة الذي جثم على صدر هذه المدينة عاما كاملا بعد سيطرته على المكلا في مسرحية هزلية دفع ثمنها حضرموت. واحتفلت المنطقة العسكرية الثانية بالذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت بعرض عسكري لوحدات رمزية من المنطقة وأمن ساحل حضرموت في لواء الريان، أظهرت من الاستعداد الدائم والجاهزية القتالية، كما تم استعراض المركبات الآلية والمعدات العسكرية المختلفة. وبعد مرور 3 سنوات من التحرير وما تلاها من نجاحات كبيرة وكثيرة حققتها قوات النخبة الحضرمية وبمساندة من التحالف العربي على الصعيد الأمني والعسكري، شهد لها القاصي والداني كنموذج متميز بين المحافظات المحررة. شهد ساحل حضرموت خلال الأعوام الماضية بعد التحرير العديد من المشاريع الخدمية والأمنية، والتي أبرزها الدعم الإماراتي لتأهيل منظومة الأمن والشرطة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والذي كلل بتأهيل تخرج دفعات من الأمن والشرطة بتدريب عال، بالإضافة إلى المركبات التي تم تزويد المراكز الأمنية للقيام بواجبها. يأتي هذا العام من ذكرى التحرير وقد توسعت قوات النخبة الحضرمية في المرتفعات الغربية من ساحل حضرموت وتطهير أوكار الإرهاب في جبال الموسين والانتشار في عملية الجبال السود والقبضة الحديدية، والتي هدفها تأمين المناطق النائية التي كان تنظيم القاعدة يستغلها لتنفيذ هجماته على المعسكرات. وكما حظيت الذكرى الثالثة للتحرير بافتتاح عدة مشاريع، منها النصب التذكاري لشهداء حضرموت وجسر المعابر بمديرية حجر ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الاستراتيجية. حضرموت النموذج في الأمن والأمان والسلام، وتطمح للمزيد، وشعبك وجيشك ونخبتك تطمح بالمزيد معك أيضا. فاصل ونواصل. عدنا مشاهدينا مجددا وبرنامج حديث الشارع على قناة المكلا. موضوع حلقتنا لهذه الليلة الذكرى الثالثة للسلام الحضرمي الموافق طبعا 24 إبريل. 3 سنوات قد مرت بمرها وبتعبها وبسلبياتها وبإيجابياتها منذ أن تم الدحر عناصر تنظيم القاعدة الإرهابية. أبرز يعني لما دائما نتكلم على الجانب الأمني، كثير يعتقدوا إنه هي كانت معركة واحدة اللي تم دحر فيها وتطهير فيها المكلا، وهي اللي كانت يوم 24 إبريل عام 2015 أو 2015. كثير يعتقدوا انه هي كانت معركة واحدة تم مواجهة فيها القاعدة وتطهير فيها المكلا، لكن الموضوع هي كانت عدة معارك. نعم تم تطهير المكلا من عناصر تنظيم القاعدة في 24 إبريل، ولكن بعد ذلك لحقنه 3 معارك شهدت فيها حضرموت انتصارات متلاحقة. أول معركة كانت معركة الفيصل لتطهير وادي الموسيني، وأساساً المعركة هذه كمان كانت عشان يطهروا فيها ما تبقى من عناصر تنظيم القاعدة.
ثاني معركة كانت الجبال السود، وفي هذه المعركة طهروا فيها هضبة حضرموت، واستهدفوا فيها مديريات زي مديريات الضليعة ودوعا وحجر ويبعث. ثالث معركة كانت معركة القبضة الحديدية التي كمان استهدفوا فيها مديرية يبعث غرب المكلا. ثلاث معارك على مدى 3 سنوات لتطهير حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة ولدحر هذه العناصر خارج حضرموت وكمان خارج اليمن بلا رجوع وبلا عودة. بالتالي علشان كذا حضرموت الآن لما يتكلموا عليها وهي أفضل المحافظات المحررة، ودائما نقول حضرموت النموذج. النموذج ليش؟ ما وراء الكواليس، ما وراء الستار. شوفوا كم معارك حضرموت عاشنه لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والسلام داخل حضرموت. شوفوا كم شهداء قدمت، شوفوا كم تضحيات عملت. موضوع يعني عشان لما يجي ذكرى ثالثة زي 24 من إبريل ونحتفل فيه، هي مش بالسهل. القاعدة وعناصر تنظيم القاعدة الإرهابية ما خرجت من حضرموت بالساهل، والموضوع تطلب أكثر من معركة على مدى 3 سنوات. هذه الحاجات تكون دائما ما خلف الستار. كمان مش فقط شفنا في الجانب الأمني، كمان مثلا الجانب الخدماتي في حضرموت. يعني 3 سنوات يمكن الكلام هذا حيزعل ناس كثير، بس زي ما قلت في بداية البرنامج، المحافظ البحسني أبدأ اعترافه بالقصور في إدارته المحلية. هو صرح في وسيلة إعلامية أنه أيوة نعم في قصور في إدارتي المحلية، وعلى وجه الخصوص ملف الكهرباء. فعلا 3 سنين، منذ 3 سنين كجوانب خدماتية داخل حضرموت، وإحنا كشعب حضرمي من طابور إلى طابور إلى طابور. خلونا نتكلم بشفافية، من طابور الغاز إلى طابور البترول إلى طابور الرواتب والمعاشات، من طابور إلى طابور إلى طابور. الكهرباء، ملف الكهرباء ما زال متصدر، ما زال في الصدارة، وحتى الآن وحتى اللحظة ما زال ملف الكهرباء في الصدارة. 2015 هذه فترة وجود القاعدة كنا في ظلام دامس ما يعلم به إلا رب العالمين. 2016 عانينا من الانقطاعات المتكررة للكهرباء. 2017 عانينا من الانقطاعات المتكررة للكهرباء، و2018 أيضا عانينا من الانقطاعات المتكررة للكهرباء باستثناء أواخر السنة في ديسمبر من 2018 أجت المنحة السعودية للوقود، فرحنا بالمنحة شهرين، استقرت واستتبت الكهرباء مدة شهرين وبعدين رجعت انقطعت. كل ما تكلمنا مع أحد، مع المسؤولين عن المنحة، ما فيش أي جواب. وحتى اللحظة لا يوجد هناك حزم أو جزم هل المنحة هتستمر أو لا. دعونا إحنا من موضوع المنحة، لو استمرت هذا بالشيء الجيد وبيخفف عبء على كاهل المحافظة. السؤال ماذا لو ما استمرتش؟ موضوع الكهرباء هذا من 2016 إلى الآن، يا ترى ليش منحة الوقود نجحت التجربة في عدن ولم تنجح في حضرموت؟ عدن لم تقطع فيها الكهرباء إلى الآن، مستقرين مستتبين. ليش نجحت في عدن التجربة؟ ليش ما نجحتش في حضرموت؟ سؤال. مش عارفة أني هل بيتم إعادة المنحة؟ آخر ما توصلنا له أن هناك مباحثات لعودة المنحة، ولكن يا جماعة ما ننساش أن المنحة مزمنة، المنحة مدتها سنة. إحنا الآن في شهر إبريل،
شهر 4 وخلاص احنا في اواخر ابريل. لا عاد تحسبوش ابريل، داخلين على شهر مايو، رمضان الان شهر 5، يعني اذا عادت المنحة حتى لين شهر 12، يعني كم باقي لنا؟ كم 7 أو 8 شهور؟ ايش الحلول البديلة يا سيادة المحافظ؟ ايش الحلول البديلة يا مسؤولين؟ مشاهدينا نطلع فاصل ونواصل. عدنا مجددا مشاهدينا، والحلقة ما زالت مستمرة في الذكرى الثالثة للسلام الحضرمي. لما نقول ذكرى ثالثة للسلام الحضرمي، أول ما يتبادر إلى ذهننا الأمن والأمان، وكيف حضرموت قدرت تنجح في هذا الجانب وتدحر كل من يفكر انه يقرب منها، وكيف انها اصبحت نموذج في هذا الشيء ونموذج يضرب في المثل، واصبحت ملاذ للجميع. في فترة احتلال القاعدة من قبل حضرموت، كثير مؤسسات الدولة والمؤسسات الحكومية اغلقت ولم تعد تمارس مهامها. خلاص كنا أشبهها إنه إحنا ننسى حاجة اسمها الدولة المدنية في ظل وجود التنظيم الإرهابي. بعد ما تم دحر هؤلاء العناصر 3 سنين، قدرت حضرموت أن تستعيد عافيتها وتسترد روحها ونشاطها ورونقها من جديد. كثير من المؤسسات التي كانت مغلقة وافتتحت، ما زي الجمارك، المحاكم الآن افتتحت كمان أيضا، وطلعنا عليها حلقة. بعد القاعدة كانت مغلقة عام كامل، أبواب العدالة كانت مغلقة عام كامل، البنوك، الجامعة، الضرائب، فكثير كانت مؤسسات حكومية ومؤسسات دولة لم تمارس مهامها. والحمد لله حضرموت استعادت عافيته ورجعت الآن تشتغل والأمور طيبة. يعني الضيف معنا على الخط، مشاهدينا معنا على الخط العميد منير التميمي، مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت. عميد منير، مساء الخير. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. أهنئك بذكرى التحرير الثالثة لساحل حضرموت. والله حييك. كل سنة وانت طيب يا رب. طيبين ان شاء الله. تسلم، الله يخليك. عميد منير، حدثني عن الدور الذي لعبته المؤسسة الأمنية خلال 3 سنوات مضت في حضرموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أولا أهني نيابة محافظة حضرموت ممثلة بالأخ الركن فريسال من البحسني وأحبابي في محافظة حضرموت أجمع بالذكرى الثالثة لتحرير مدينة المطلة. نعم. من التنظيمات الإرهابية. نعم. الحمد لله بعد أن تم دحر هذه القوة في 24 أبريل 2016. نعم. وتم بناء قوات الحفظة الحضرمية، وبعد أن استكملت قوات التحالف والمثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الحبيبة. نعم. دعم النفطة الحضرمية وانتشارها في جميع بقاع ساحل حضرموت. اتجهت إلى دعم إدارة الأمن والمنظومة الأمنية حتى يستجد الأمن وتطبع الحياة المدنية في محافظة حضرموت الساحل، فتبنت دولة الإمارات العربية المتحدة دعم هذه المؤسسة في كل المجالات من البنية التحتية ومن الآليات والأسلحة. نعم. وأيضا تدريب القوى. بعد هذا التأهيل الحمد لله تم انتشار قوات الأمن في كل مديريات ساحل حضرموت، سواء كان مدينة المكلا وضواحيها أو مديريات النائية مثل الضلوع وبعيد وغيل باليميل
الدعن. نعم. الحمد لله تم انتشار هذه القوة، وتعمل الآن قوات الأمن بكل طاقتها لتأمين أهلنا في هذه المحافظة الحبيبة، وتلقي البلاغات وصدورنا مفتوحة لمواطنينا في كل مكاتبنا، سواء كان في قيادة الأمن أو في مديريات أمن ساحل حضرموت. نعم عميد منير، حدثني عن طريقة إدارتك للأمن والأمان في حضرموت. بصراحة يضرب بك المثل يا عميد منير التميمي، أينما ذهبت، أينما حليت، أينما عملت مقابلة صحفية، العميد منير والعميد منير والعميد منير. يعني كمان لما نقول أمن وأمان أصبح يقترن بالعميد منير التميمي. فحدثنا عن التركيبة والإدارة هذا والتخطيط الاستراتيجي التي قدرت أن تضبط فيه عيار الأمن في حضرموت. الحمد لله وبفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وطبعه بوجود قيادات في حضرموت كانت تواقع، يعني تكون حضرموت آمنة مستقرة، ولكن لم تلاقي الفرصة. الحمد لله بعد تحرير مدينة المقلة واستبداد الأمن بانتشار قوات الحضرمية، كانت هذه القيادات الأمنية موجودة، والحمد لله شكلنا فريق واحد، وتعلمنا أيضا من قيادات التحالف العربي، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ورأينا كيف طورت هذه البلدان وكيف خططت حتى أصبحت بهذا الأمن والنظام. فأخذنا نموذج من هذه الدول وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، واستطعنا أن نطبق ولو جزء بسيط في هذه المحافظة، واستطاعوا قادة هذه المحافظة من الضباط وأيضا الأفراد أن يلتفوا حول بعض، ونعد خطة لاستبداد الأمن. أول ركيزة ارتكزنا عليها هو التواجد الأمني في كل مديريات ساحل حضرموت، لأن التواجد الأمني كان مفقود، وكانت كل القيادات والأفراد موجودة في البيوت نظرا للتصريحات السابقة التي كانت تعامل بها النظام السابق، وخاصة مع أبناء هذه المحافظة وقياداتها. الحمد لله تم تجميع كل القوى الموجودة في ساحل حضرموت، ثم عملنا أهم خطة وهي إعادة الثقة بين المواطن ورجل الأمن التي كانت مفقودة، وذلك من خلال تلقي البلاغات والسير فيها بسرعة، وتلقي بلاغات المواطنين بكل صدر رحب، والتعامل مع أي كان البلاغ وأي كان المبلغ دون تمييز. هذه هي الأمور. الحمد لله استطعنا أن نعيد الثقة بين المواطن ورجل الأمن، لذلك ترى المواطن يبلغ عن أبسط الأمور. هذا الشيء دليل واضح على أن المواطن بدأ يفك، وفي وعي أيضا خلال حل مشاكلهم بالطرق السلمية وعن طريق الدولة. إذا كان رجل الأمن ذو وعي ويطبق القانون على الجميع دون استثناء ودون تمييز، فعلا سوف يثق المواطن في رجل الأمن وسوف يقوم بالإبلاغ عن أي قضية. الحمد لله استطاعوا قيادات إدارة أمن ساحل حضرموت أن يستوعبوا هذه المرحلة وأن يقوموا بدورهم. نحن لا نقول وصلنا للخطة المطلوبة في إدارة الأمن، ولكن الحمد لله نقول وصلنا إلى نسبة كبيرة من رضا المجتمع وهو الآن عن إدارة الأمن، لأن نحن نخدم هذا المجتمع، ولا بد أن نكون عند حسن ظن هذا المجتمع ونكون أقوياء حتى نستطيع رد المظالم إلى أهلها. هذا هو الشيء الذي كان مفقود في السابق. الحمد لله الآن نتابع كل القضايا بدقة عن طريق تلقي البلاغات والنزولات المفاجئة على الإدارات الأمن، سواء كان في مديرية المكلا أو المديريات الأخرى. عميد منير، يعني بصفتك مدير للأمن والشرطة في حضرموت، لما تسمع مثلا في مقابلات تلفزيونية دولية أو مثلا محلية أن حضرموت نموذج للأمن والسلام، أنت كمنير هذا إيش يشعرك من داخلك؟ إيش تشعر؟
هل في نوع من الكبرياء، الفرح، الغرور، ايش تشعر؟ لا والله الغرور من النوع بسيط جدا، يعني الغرور هذا اخر ما افكر، يعني الغرور الحميد، لانه اي حاجه، لانه هي تحت ادارتك، حضرموت تحت ادارتك وقبضتك. اول ما ينتهي الى ذهني قيادات حضرموت واهل حضرموت، لا تصدقي ان الامن هذا المستتب في حضرموت بقوه الرجال، نعم رجال الامن اقوياء، ولكن بوعي المواطن الحضرمي ونفسه. نعم. والله العظيم هذا الشعب من اطيب الشعوب. صحيح فعلا. مع اهلي في حضرموت يعاملوا الرجال الامن بكل اخلاق، بكل طيب، حتى في بلاغاتهم. لذلك ارجو من اخواني واولادي واصدقائي في اداره الامن ان يعاملوا هذا الشعب بكل طيب. اذا كان هناك تلاحم بين اداره الامن ورجال الامن والمواطنين، صدقينا حضرموت بتكون من أفضل النماذج على الإطلاق. نعم نعم، وهذا فخر لنا كلنا عندما يتكلم الجميع بأن أمن حضرموت تقدم كثير والأمن فيه استتباب. أنا لا أعمل لحالي، أنا أعمل بفريق متكامل. صحيح. وسط ضباط وأفراد، كلنا هؤلاء الذين صنعنا النجاح. لم يصنع النجاح منير التميم لحاله، ولكن قيادات أمن حضرموت وشعب حضرموت هو بنفسه الذي صنع النجاح. ونحن نعاهد الله ثم نعاهد أهلنا بأننا سوف نسهر ليل نهار في راحتهم وأمنهم، وبإذن الله في مفاجآت كبيرة سوف يرونها في القريب العاجل من تحسين في حركة المرور، وأيضا في انتشار الدوريات أكثر في شهر رمضان، وتنظيم الناس في شهر رمضان. سوف نكون قريب من كل المواطنين، تليفوناتنا مفتوحة، قلوبنا مفتوحة، وكاتبنا مفتوحة في أي وقت بإذن الله، حتى تصل حضرموت إلى القمة ونضاهي الدول المجاورة والدول الأخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب عميد منير، بما أنك قلت تليفوناتنا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة ومكاتبنا مفتوحة، هل تسمح لقناة المكلة بزيارتك على مكتبك؟ أكيد أسمح. تسمح لنا بزيارة ولا ما تسمح؟ من متابعين قناة المكلة، وأفتخر بقناة المكلة. ولنا الشرف العميد منير التميمي، لأنها تنقل معاناة المواطن وقريبة من المواطن. قناة المكلة وإذاعة المكلة، هذه الاثنتين القناتين التي أتابعها أنا دائما، وسعيد بالشباب الموجودين فيها دائما يلامسوا قضايا الناس، ونحن نتابع هذه القناتين حتى نغير النقد الذي يأتي. نحن نفتخر بأي واحد ينتقد نحن، ولكن يكون النقد بناء ويصب في مصلحة المواطن. نحن لا نصر على أخطائنا، نحن بشر نصيب نخطئ، وإذا أخطأنا نقول أخطأنا ونصح من أخطائنا. ونتمنى من الإعلام الحضرمي أن يكون بجانبنا. أكيد. وأن ينتقدنا في كل الأخطاء حتى نستطيع أن نصلح من أخطائنا. أكيد أكيد. طيب قبل أن أختم معك عميد منير التميمي، أنت على الهواء مباشرة وسكان المكلة يستمعوا إليك، وجه لهم رسالة أو نصح أو إرشاد. رسالتي إلى أهلي في هذه المحافظة الحبيبة أن يثقوا في رجال الأمن، وأن يغيروا الفكرة القديمة. صدقونا، حتى الذين كان هناك شوائب فيهم أو معاملات سيئة سوف يتغيروا، وقد تغير الكثير منهم. الذي أطلبه من أهلي في هذه المحافظة أن يساعدونها على الاستقرار والأمن والنظام، وخاصة في حركة سير المرور. رجال المرور يعملوا ليل نهار حتى يستطيعوا أن ينظموا الحركة في هذه المحافظة الحبيبة. نريد من أهلنا أن يساعدوا هؤلاء الرجال عن طريق عدم عكس الشوارع أو الوقوف في أماكن ممنوعة، أيضا عند معرفة أي إخلالات أمنية أن يبلغوا عن طريق 199 أو حالة مرور عن طريق 194 أو 190. هذه هي الأرقام مجانية. نريد من أهلنا في حضرموت أن يزيد وعيهم الأمني، وأن يكونوا معنا في تطوير هذه المنظومة الأمنية، ونحن بإذن الله سوف نكون قريبين منهم.
نريد أن يكون هناك ربط وإعادة ثقة بين الرجل الأمن والمواطنين، وأن ينصحون إحنا نحن وإخوانكم وعيالكم أي أخطاء. نحن بشر نستطيع أن نصلح من أنفسنا أولا، وإذا لم تصلح المؤسسة الأمنية نفسها لن تستطيع أن تصلح المجتمع. نعاهدكم بإذن الله بأننا سوف نكون عند حسن ظنكم، ونحن في خدمتكم ليل نهار، ولن تروا مننا إلا كل خير بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك عميد منير، ولتعلم أنك يعني كيف أقول لك، هذا يوم السعد بأنني أستضيفك في مداخلة هاتفية معايا في برنامج حديث الشارع. أنا إن شاء الله ما يكونش هذا آخر لقاء أو آخر تواصل فيما بيننا، وإن شاء الله يجمع نحن حوار مطول أكثر. وأنا سعيدة بوجودك، ولنا الشرف طبعا. أشكرك وكل سنة وأنت طيب مرة أخرى. وأنتوا طيبين إن شاء الله، وشعب حضرموت طيب بإذن الله. آمين. شكرا لك عميد منير. شكرا 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 شكرا. يا جماعة، مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت كان معنا على الخط قبل قليل. شيء طبيعي يكون متوترة. العميد منير التميمي، طبعا أوجه لك ألف تحية على إنه في ذكرى التحرير لساحل حضرموت، الذكرى 23 من إبريل، يعني الشخص المناسب في المكان المناسب والإنسان المخول اللي يتكلم عن هذه الذكرى ويطمن مواطنيه ويطمن شعبه. في كان كثير من الود ورحابة صدر، وشيء حلو إنه يسمع من أجهزة الإعلام المحلية ويتابع أجهزة الإعلام المحلية، وكمان أشاد بالمواطنين إنه أصبح في وعي بالنسبة لاحترام الأمن ورجال المرور، وكمان بشر إنه حتكون في بشارات أمنية في رمضان ومن تنظيم حركة السير وما إلى آخره. يعني أنا زي ما قلت لكم، الجانب الأمني يا جماعة لا غبار عليه، هذا اللي نقدر نقول فعلا إنه نحن انتقلنا فيه نقلة جبارة. يعني من 2015 إلى الآن 2019، 3 سنين فعلا نحن نقدر نقول إنه كجانب أمني، كمؤسسة أمنية، كمنظومة أمنية، إحنا فعلا ضاربين فيه بالمثل. إحنا فعلا حضرموت فيها نموذج. بالنسبة للمنظومة القضائية أيضا، أغلقت أبواب العدالة في فترة القاعدة، بعد كده بعد سنة رجعوا فتحوا، يعني والوضع كان متدبدب ويومين بيشتغلوا وطلعنا حل، وبعدين رجعوا عملوا إضراب كلي واستمر الإضراب مدة 3 شهور وطلعنا حلقة في حديث الشارع، والحمد لله الآن الإضراب افتتح كليا والمحاكم بتشتغل، وهذه من ضمن البشارات اللي ممكن كمان أحط لكم ياها. يعني القضاء في حضرموت شغال، النيابة العامة في حضرموت شغالة، والأمن العام في حضرموت شغال. قبل قليل كان معنا مدير الأمن واستمعتوا لكلمته بأنفسكم. منظومة قضائية، منظومة أمنية، نشعر أنه نحن مواطنين في دولة مدنية. بس لكن يا جماعة، الحلو دائما ناقص، الحلو ما يكملش. الخدمات في حضرموت، حديث الشارع طلع حلقة في الحفريات، طلعنا حلقة في مياه المجاري، طلعنا حلقة في الغاز، طلعنا حلقة في الكهرباء، ويا مكتر حلقات الكهرباء طلعنا بما يفوق عن 3 حلقات. يمكن ما طلعناش حلقة عن النظافة لأن هي محور، طلعنا حلقة عن الصحة، فالنظافة هي المحور الشريك في كافة الحلقات. النظافة في حضرموت كانت محور في مياه الصرف الصحي ومحور في موضوع الصحة الحلقة الماضية عن الأوبئة، وكانت في خدمات بسيطة. يا جماعة هذه حقوق، إنه يكون عندي كهرباء ويكون عندي ماء ويكون عندي غاز ويكون عندي، هذه حقوق. أنا ما بقولش إنه هي كانت معدمة، ولكن نحن تارة تتوفر وتارة تنعدم، تارة تتواجد وتارة تختفي، وهكذا الشعب الحضرمي ما بين البينين.
المحافظ البحسني في شجاعة، أنا أعتبرها شجاعة، أبدأ اعترافه وقال أن هناك قصور في إدارة المحلية. أنا بقول ما بعد القاعدة الثلاث سنين اللي مرت علينا كانت صعبة على الجميع، عليكم وعلينا. الآن في مساحة من الوقت عزيزي المحافظ، نقدر إنه نحن نستثمر هذا الوقت، خلي نحن نعمل سوية، أنت كمحافظ ونحن كأجهزة إعلام، نعمل مع بعض، نوعي، نشوف، نعد خطط، نسوي، نعمل مع بعض بالطريقة التي تراها مناسبة. المهم إنه نحن نسد هذه الفجوات، نسد هذه الثغرات، هذا القصور نقيمه، ليش في قصور؟ فين الجوانب اللي فيها قصور؟ ليش ملف الكهرباء دائما من الملف الشائك، من الملف اللي يحتل الصدارة؟ ليش؟ خلاص عدت 3 سنين، يعني الآن مفروض إنه نحن عهد جديد، إشراق جديد، مستقبل جديد. في كمان موضوع آخر أنا بس بتناوله مرور الكرام، مطار الريان. مطار الريان أغلق منذ دخول القاعدة وبالتزامن معهم، يمكن تزامن معهم، هذا إذا ما كانش قبله بشوية، يعني عشان أكون دقيقة، 3 سنين وعود وعهود مش عارفة إيش، وا 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 وا، نحن الآن 2019، 3 سنين منذ التحرير وما افتتحش مطار الريان. نسمع وعود، آخر وعد كان في افتتاح مقسم النصب التذكاري، المحافظ قال هناك اللمسات الأخيرة. المسألة إنه هي تخطط يا سيادة المحافظ، في مرضى، في جرحى، في ناس تعبانين، في وفي وفي وفي، في أكثر من خط إنساني، في أكثر من 1000 اعتبار لفتح مطار الريان. نحن نسينا، الشعب الحضرمي نسى إنه المطار أو فكرة السفر للترفيه والسياحة، هذا إحنا نسيناه، صار عندنا السفر استغفر الله العظيم للمرض وللعلاج. يا كم ناس توفت بهذا الموضوع، والمجتمع المدني في حضرموت شغال بخصوص هذا الموضوع وبخصوص قضية المطار، ما بس هبش فيها، ولكن كفلاش عشان أقول إنه أعزائي المشاهدين معنا على الخط العميد يسر خير الله عمر، رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية. عميد يسر، مساء الخير. مساء النور، كيف حالك؟ الحمد لله ونشكره ونثني عليه. خليني أهنئك بذكرى التحرير 3rd لساحل حضرموت، كل سنة وإنت طيب. كل سنة وأبناء حضرموت ونحن وأنتم بخير وعافية إن شاء الله. آمين يا رب. عميد يسر، ما بعد معركة الفيصل والجبال السود والقبضة الحديدية، يا ترى حضرموت هل ستشهد معركة أخرى؟ بالتأكيد الكل يحس ويشعر بما قدمته النخبة لحضرموت خلال فترة 3 سنوات الماضية، ونحن كل يوم بالفترة الثالثة. نعم، حضرموت بالخير، أصبحت فعلا حضرموت الخير لأنها استتب فيها الأمن والاستقرار وبدأت عجلة السلمة تدب فيها. نعم، وعلى هذا الأساس الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعود في قوة النخبة الحضرمية وقيادتها الحكيمة التي جعلت نصب عينيها أمن وأمان حضرموت المواطن في حضرموت والوافد إليها. نعم، طيب عميد يسر، حدثني عن الاحتفالات العسكرية التي قمتم بها في ذكرى التحرير. في كان عروض في كان الاحتفال العام. نعم، في أطار المنطقة العسكرية على أساس أقيم دوري رياضي وكرة الطائرة وكرة القدم نعم، بروفات للعرض العسكري الذي شاهدوه الجميع. نعم، كل هذه الفعاليات طبعا كانت مخططة. نعم، ومنتظمة في أساس تنفيذها. نعم، وكان لنا النجاح إن شاء الله وبجهدتم ما عرضنا عليكم. نعم، طيب بشكل عام عميد يسر، كيف تصف لنا الوضع الأمني بشكل عام؟ أكيد ماش بحاجة إلى تحليل الوضع الأمني الملموس، يعني ما تشعر أن حضرموت السبب ذلك أنه قوات النخبة الحضرمية تحولت من الدفاع إلى الهجوم. نعم، وأصبحت تشكل حزام أمني الآن على حضرموت الساحل بشكل عام. نعم،
وحداتنا العسكريه متواجده في مرتفعات غرب المثلى وشمالها ومرتفعات والهضبه ايضا. فبقبل حضرميه اصبحت متواجده في اماكن حيث يجب ان تكون يعني. نعم، ايش شعوركم يعني بهذه الشعبيه اللي لقيتوها انتم يا عميد يسر والنخبه الحضرميه بالطبع؟ لان نشوف شعبيتكم حتى واصله خارج نطاق حضرموت. نحن شركاء الان مع العالم كامل. نعم، في قضيه الحرب ضد الارهاب. صحيح، فاصبحنا شركاء العالم، ليس شركاء الوطن فحسب، ولكن الحرب ضد الارهاب حرب عالميه. صحيح، ونحن نعمل في هذا الاتجاه نحو استتاب الامن والاستقرار وجعل المواطن يعيش في طمانينه تامه يعني. صحيح صحيح، يعني لا تتوقع ان تشهد حضرموت معركه رابعه؟ نسال الله ان لا تكون. لا. طيب عميد يسر، انت معنا على الخط مباشره، ومشاهدين قناه المكلا وسكان المكلا يستمعوا اليك، ايش تحب تقول لهم بهذه المناسبه؟ ذكرى التحرير. نقول لهم انكم وجدتم قوه تدافع عنكم ليلا ونهار، فعليكم ان تعينوها. نعم، تعينوها باعطائهم المعلومات الكافيه في اي مشتبه فيها في البلد حتى يتم القضاء عليه قبل وقوعه. نعم. طيب اي مثلا مشاكل من المشاكل الامنيه من المواطنين او بلاغات، هل نجد التفاعل يعني من قبلكم مع المواطنين بشكل خاص؟ مراكز الشرطه متواجده. يعني عبر مراكز الشرطه متواجده. عبر مراكز الشرطه عن اليوسف. اي مشكله تحصل للمواطن، المواطن يلتقي لهذه الوحدات ولهذه المراكز، وانا اقول لهم ما أتوا إلا من أجل حل مشاكل الناس وحمايتهم. نعم نعم. الآن لما يخبروك عميد يسر أن حضرموت هي النموذج في السلام والأمن، بماذا تشعر؟ أشعر بالفخر والاعتزاز طبعا للانتماء إلى هذه المحافظة. نعم نعم، وأعتبر أحد قادتها الموجودين في المنطقة العسكرية الثانية. نعم، وكل من ينتمي إلى هذه النقطة يفتخر بأنه له بصمات فيما هو يشاهد ويرى الآن. صحيح صحيح. طيب بالنسبة للوضع الأمني في رمضان، مجهزين له خطة وكذا؟ لأنه أحيانا تكثر بعض المشاكل في رمضان، مجهزين له خطة وكذا؟ في خطة أمنية مهتمة في اشتراك مع أفراد الأمن والشرطة في حضرموت، وستكون الدوريات منتشرة في كل مكان. نعم، للحفاظ على المواطن وعلى كل من يأخذ إلى حضرموت. نعم. طيب أي نصيحة أمنية، نصيحة أمنية عميد يسر توجهها لنحنا؟ خاف نكون نحنا متغافلين عليها. النصيحة الأمنية مشتركة. يجب أن يكون المواطن عونا لقوات الأمن وقوات النخبة. نعم، بالإبلاغ الدائم والمستمر لغرض تفادي أي خروجات أمنية في المستقبل. نعم. طيب عميد يسر، أنا سعيدة باستضافتك معي وشرفت نحن على الهواء، وكل فخر يعني بالكلام اللي انت قلته، وان شاء الله تكون لنا مداخلات تانية، يعني مش هذه المداخلة فحسب. شكرا حسن. شكرا لكم، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح، ولأبناء حضرموت وشعب الأمن والأمان، ولقيادتنا الحكيمة ان شاء الله ان نصل المبطر. نعم نعم، شكرا لك عميد يسر، خير الله. شكرا لكم ولمستمعيكم ومشاهديكم. تسلم تسلم عميد يوسف، شكرا. الله يحفظك، شكرا. مشاهدينا، في تعليقات على الفيسبوك وردتنا من مشاهدينا، بس أقرأ لكم التعليقات. في تعليق كان من المواطن صالح باعشن يقول: ما الفائدة من بذل الملايين في مكسب نصب الشهيد؟ هل النصب التذكاري للشهداء نفع أسر الشهداء بشيء ملموس؟ ألا تعلم السلطة المحلية أن الملايين التي صرفت في النصب التذكاري تكفي لشراء كهرباء للمكلا ولو باثنين مولدات؟ لما لم يتم عمل مخطط سكني محدود وتوزع أراضيه لذوي الشهداء؟ تقبلي مروري مواطن غيور على وطنه.
وهناك كمان وصل نحن تعليق من عائشة بوعسكر تقول: المجد لمن بادلوا أرواحهم بحريتنا، المجد للذين ضحوا على اعتقاد طاهر منهم أن الغد أفضل، المجد لمن دخلوا النيران ليحيا السلام ولتنعم الأرض بالمحبة، المجد للمنسيين لقلوبهم التي فطرت حزنا على من ضحوا، المجد للشهيد وأمه، واللعنة ألف لعنة على من سرقوا الأمل والحلم بالغد الأفضل. طبعا مشاهدينا كمان لا ننسى أنه كمان في كان جانب إيجابي من ناحية الجانب الثقافي. في فترة ما قبل التحرير، فترة القاعدة، كان في قمع للفكر وقمع للمبادرات وقمع للنشاطات. كما قلت 3 سنوات حضرموت استعادت فيها عافيتها ونشاطها ورونقها. صرنا نشوف أنشطة ثقافية، نشوف فعاليات ثقافية، مبادرات، شباب، أفكار، روح. صرنا نشوف روح، صرنا نفتخر نقول والله هذا مورود ثقافي، هذه عاداتنا، هذه تقاليدنا، نفتخر بالهكذا هكذا الحضرمية، نفتخر بهكذا هكذا الحضرمية، يعني بأشياء كثيرة يمكن لا يسعني حصرها. فأول هذا ما كانش موجود، هذا من ضمن الإيجابيات اللي أنا لازم أكون فيه منصفة. قبل لا أوصل للختام، بس أحب أقول لكم أنه هذه بتكون آخر حلقة في الموسم الأول من حديث الشارع، وطبعا هي ختامها مسك. ختمنا اليوم بذكرى التحرير، وختمنا بمدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت، وبرئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية. يعني كانت خاتمة قوية لحديث الشارع، ويا رب يعود علينا هكذا، يستمر هذا الأمن والأمان والسلام والاستقرار. أكيد طبعا ببارك لكم بالشهر الكريم مسبقا، لأنه ما رحش أشوفكم السبت القادم. إن شاء الله يا رب يعيد ربي عليكم بالخير والمسرات، وكل سنة وأنتم طيبين. وفي الختام لا للقصور، نتمنى وبشدة سد الفجوات. حضرموت أنت يا عروس العرب، يليق بك هذا السلام والأمان، ستظلي الغالية الشامخة الساحرة، فقد أصبحت ملاذ الجميع، شهداءنا، شبابنا، شهداء حضرموت، استقرارنا ثمرت دماءكم، سلام الله عليكم، فأنتم الأحياء عند الله ونحن لسنا بشاعرون. كنتم معي أنا عبير واكد، إلى اللقاء.